بسم الله الرحمن الرحيم. مام جلال شخصية مضيئة في تاريخ العراق الحديث، تربطني علاقة طويلة مع الراحل الرئيس جلال طلباني. جلال طلباني محطة من محطات الفكر السياسي والإنساني التي تركت أثر طيب في التجربة السياسية العراقية. مام جلال هذه الشخصية التي أسست لمشوار العراق الديمقراطي الحديث، يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه التجربة، ويجب أن نفتخر وباحتزاز أن هذا الرجل ترك أثر طيب في التقليد العمل السياسي في العراق وفي كردستان العراق. رحم الله مام جلال، وعلينا الاستفادة من مسيرة هذا الرجل في تركيز قيم الديمقراطية والإنسانية والانتماء الوطني لهذا العراق، العراق.